روح يا اهو العو جاي اهو، طلع لهم الوحش، الوحش طلع لهم. يلا يلا همسكهم همسكهم هاكلهم واحد واحد. يلا 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 بيخوف. اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده بتتفرجوا لي على فيلم رعب. عادي يا ماما احنا كبرنا خلاص. يلا يا عيال طفوا التلفزيون ده وناموا. مفيش كده بتتسمع، طفوا التلفزيون وناموا. يا ماما بكره الجمعه سيبينا نسهر براحتنا. ماشي اسهروا بس ما تسهروش على فيلم رعب. مخليني اخوكوا صغير يتفرج معاكوا هيتفرج على رعب، حرام عليكي. لا انا خلاص كبرت يا ماما وعايز اتفرج عليه وتابعت الفيلم. يعني انتوا مش بتخافوا؟ طب انا هوريكم. انا هحذف عليهم البالونه واخوفهم. ايه ده بقى؟ دي بالونة بالتأكيد من عيد الميلاد. الهوا طيب ما تخافوش ما تخافوش الفيلم خلاص. طيب بيصوتوا ليه تاني؟ لا ولا حاجه انا كنت بقلب القناه. اول حاجه يا ماما عشان طلعت اهو ما صوتوش عشان ابوكوا نايم. انا اقلب لهم القناه تاني. طيب يعني مفيش حاجه انتوا كويسين؟ اه كويسين. طيب هيحصل ما توقعنيش تاني. طيب ابقى اسمع نفسكوا عشان انا زهقت زهقت وعايزه انام وابوكوا عايز ينام. فاتلموا اتلموا. اموت واعرف مين اللي بيقلب الكلام. هو البنت مسكون ولا ايه؟ والله ما اعرف. شكلك انت اللي تعرفي، شكلك انت اللي بتقلب الكلام ده وعايزه تعملي فينا مقلب. انا والله ابدا ما تحلفيش. والله ما انا يا ابني اللي بقلب. لا انت منين؟ انا بقلب لما هو بيكون لما اكون عايزه قناه ثانيه. ما بقاش انا مش خليك يا عم خد اهو ده هيحيى. طب كريم بقى كريم بتقعد عدل. ليه قلبت يا كريم؟ مين اللي قلب؟ الريموت كان في ايدي. يعني بالذكاء يعني هو هيقلب من نفسه؟ ما انت اللي ماسك الريموت. اتكلم معايا يا عدل. ها اتكلم معايا يا عدل. هو اللي قلب لوحده عشان تصدقني بقى. في ايه؟ مش حاجه يا ماما انت كل شويه بتشيل. ما انت مش بتنامي. بقول لكم ايه؟ صوتكم جاي من اوضه انا وابوكوا. ما تتلموا شويه بتتكلموا. عايزين نتحمل. ناموا. حاضر. اسكت اسكت اسكت. اه يبقى خد الريموت اهو انا رايحه. انا هوريكوا يا عيال. عفيت اللي فين؟
تقفش بقى من الفيديو البيت ده بقى مسكون. تعالي يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما انت بس اللي عامل لي فيها سبع الجرامبا وعايز تضرب امك. تعالي بس عمري ما اجلس بقى، والتلفزيون ده انا هطفيه. يلا نام. ما على كده يا ماما يا ساتر، العيال دول ايه؟ لازم اشغل دماغي عشان اعرف اسيطر عليهم. هقول لكم فزورة واللي يعرف حلها يبقى شاطر والجماهير هتبقى معانا. يلا بينا. عدد اقدام الاخطبوط اللي عارفها يقولها لي فودي. كام؟ اجابة صحيحة لمدى، اجابة خاطئة ليحيى. وانتوا بقى يا جماهير هتقولوا لي الاجابة ايه؟ 8. معايا فلوس معايا فلوس، تمبلغ عيال ماهوش بطل. ليلى 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 ليلى. هتلعبي معانا يا سيسو؟ ألعب معاكم؟ أنت؟ آه. لا أنا مش فاضية النهاردة، هروح أجيب ألعاب 1000 جنيه بحالها. بفكر ما أجيبش بيها ألعاب وأعملهم لقمة وآكل بيهم. مش مشكلة. هتلعبي لو الألعاب معاك يا سيسو ولا لأ؟ لا طبعا ألعابكم أنتوا يا فقرا معايا بألعابي؟ لا طبعا انا هلعب بيها لوحدي. ليه لوحدك يا سوسو؟ طب احنا نسينا نقول لك يا سوسو، في درس بكره هتيجي؟ انا اخد درس؟ خلاص يا حبيبتي، احنا بقينا اغنياء ومعانا فلوس، يعني مش محتاجين ندرس عشان نطلع نعمل شغلانه وناخد منها فلوس، الفلوس جايه لنا لحد عندنا. يعني انت لما تطلعي دكتوره ولا حتى مدرسه هتاخدي يا دوبك ربع الكميه اللي احنا بناخدها في فلوسنا. احنا وارثين ومعانا شيء وشويات. انا مش هضيع وقتي واتكلم معاكم. اكسكيوز مي. التعليم مهم يا سوسو عشان تطلعي حاجه مفيده يا سوسو. التعليم مهم يا سوسو. خاطر يا سوسو التعليم هيفيدك في حياتك وفي مستقبلك. مش ممكن تطلعي رائده مختبر وتعرفي تطيري؟ اسكت الكلام اللي انت بتقوله ده، انا خلاص معايا فلوس بنيت مستقبلي. انت مش مستعجل يا سوسو، ما ينفعش تسيبي مدرستك يا سوسو، الدراسه هتنفعك قوي والفلوس اهي موجوده، مش هتعمل لك حاجه، مش هتروح ولا هتطير. ده كلام الفقراء اللي معهمش فلوس، لكن انا معايا فلوس اقدر اعمل بيها كل اللي انا عايزه اعمله. مش انا اخلي بابا لما اكبر يفتح لي شركه او مصنع. ايوه انا مش هتكلم معاكم، انا رايح اشتري لي العاب. مش انت قلت لنا يا سوسو امبارح عايزه اتعلم عشان ابقى دكتورة؟ بتكلم مين يا كريم؟ ما هي ماشت خلاص، ما بتسمعش الكلام البت دي. هي حرة بقى، هي اللي هتضيع مستقبلها بإيديها. وبعد مرور 15 سنة يلا يلا اللي عايز يلمع جزمته، يلا يلا عندنا ورنيش كل الأنواع والأشكال، يلا 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 تعالوا أهو تعالوا. ايه ده؟ مش هي دي السوسو صاحبتنا ايام زمان؟ ايوه بس أيوة. من ساعة ما عزلت مشفناهاش تاني. ايوه هو ايه اللي حصل لها وتدور بيها الحال كده ليه؟ دي كان معاها 1000 جنيه راحت تشتري بيها اللعب. دي كانت غنية دلوقتي قاعدة تلمع عدنا. معقول؟ عشان نتيجة ان هي مرضتش تكمل دراستها يا يحيى وحبت الفلوس عن الدراسة. دي يا يحيى نتيجة اللي يسيب دراسته وتعليمه. احنا لما كملنا دراستنا ايه اللي حصل؟ بقيت مدرس، بقيت ضابط، بقيت انا دكتورة. هعيط من كتر الكلام. تعالوا نسلم عليها بس اوعي تجرحوها في اي كلمة تزعلها. ماشي يلا بينا. لما جزمتي عاملة ايه يا سوسو؟ عاملة ايه يا سوسو؟ انتوا مين؟ ايه ده انت مش فاكرانا يا سوسو؟ انا ندى وكريم ويحيى. احنا صحابك اللي كنا بنلعب معاكي زمان، انت نسيتينا؟ انا افتكرتكم. انت ايه اللي حصل لك يا سوسو؟ انت مش كنتي غنية؟ ايوه انا كنت فعلا غنية، بس احنا كل فلوسنا بابا ضيعها في البورصة، وكمان خلصناهم بسرعة
وخلاص انا كمان كنت سبت تعليمي واتدهور بيا الحال خالص، ما كانش معانا فلوس ارجع اكمل تعليمي ولا حتى اعمل مهنه اتعلم منها غير المهنه دي. احنا نصحناك يا سوسه وقلنا لك بكره في درس اللي هو كان من 15 سنه، قلتي قلت لنا لا مش انا فاكر لحد دلوقتي اليوم كان 2024 5/7. انت بقى اللي قلتي لا. طب انا هنفعك يا سوسه، خدي لما عيني الشاشه. طب ما يلا معايا. حاضر حاضر. بقول لك الجزمه شرح ايه بعيد بقى اللي نلعب ورا بعض. لما اسيب الحاجه دي هنا واطلع العب معاهم يعني هم يا سوسه. محد يشوفك يا شاشه. كده يا اصحابنا بتكون دي فكره الفيديو، وتعلمنا منها ان احنا ما ينفعش نهمل في دراستنا ولازم نهتم بدراستنا عشان نبقى دكتور ظابط يطلع مدرس. ما حدش يطلع بالله مع جسم وحتى الورمي بتاعه فاضي.